أعزائي الطلبة، أرحب بكم من جديد. تكملة للمحاضرة السابقة، دعونا نعرف الآن ما هي العوامل المؤثرة في نظم المعلومات الإدارية. ما هي العوامل المؤثرة في نظم المعلومات الإدارية؟ أول عامل من هذه العوامل والتي أدت إلى هذه الطفرة التي نعيشها اليوم في عالمنا هذا هي انبثاق ثورة المعلومات والمعرفة. انبثاق ثورة المعلومات والمعرفة، المعلومة والمعرفة أصبحت لها أسواق. المعلومة والمعرفة أصبحت لها أسواق، بمعنى أن المعلومة والمعرفة أصبحت سلع تباع وتشترى وعليها طلب ولها عرض. فبالتالي من يمتلك هذه المعلومة يمتلك أسباب القوة والنفوذ في السوق والاستمرارية والبقاء والاستحواذ على أكبر حصة سوقية في السوق. إذن انبثاق ثورة المعرفة أدت إلى ظهور أسواق لم تكن موجودة من قبل تسمى أسواق المعلومات وأسواق المعرفة. طبعا المعرفة عندما أصبحت سلعة تباع وتشترى وتتنافس المنظمات على الحصول على هذه المعارف التي تحصلنا عليها من خلال تطبيقنا للمعلومات التي أثبتت نجاحها وفاعليتها، أصبحت لدينا معرفة وتكون لدينا أمن لم يكن معلوم لدينا من جديد، يسمى أمن المعلومات. يسمى ماذا؟ يسمى أمن المعلومات. المنظمات على اختلاف أنواعها، سواء كانت تنتج في سلع أو تقدم في خدمات، أنشأت لها مراكز لم تكن موجودة من قبل تسمى مراكز البحوث. كل منظمة أصبحت تدعم هذه المراكز بقوة عن دعم المراكز الأخرى حتى تستطيع وتعتمد عليها في حصولها على المعلومة التي تمثل لها نقطة قوة. من يمتلك المعلومة الآن يمتلك أسباب القوة وأسباب البقاء في السوق، تسمى ميزة تنافسية. تتحصل المنظمات من خلال قيامها بهذه الإجراءات على ميزة تنافسية تحاول أن تتميز بها عن نظيراتها من المنظمات الأخرى التي تعمل في نفس النشاط. تكنولوجيا الإنترنت والشبكات الظاهرة لدينا الآن ظهرت لدينا شركات تسمى الشركات الكونية التي تجاوزت الحدود التقليدية بين الدول وبين القارات. الشركات الكونية، وعلى سبيل المثال الشركات المتعددة الجنسيات التي تكون لها إدارة في بلدها الأم ولها أفرع في جميع دول العالم الأخرى. ظهور هذه الشركات الكونية ساهم في زيادة نشاطها، ظهور خدمة الانترنت التي لم تكن موجودة من قبل. طبعا الانترنت يحسب على أنه من 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 أعظم الابتكارات بعد ابتكار الآلة الطابعة. خدمة الانترنت التي حولت العالم إلى قرية صغيرة، أصبح كل فرد في هذا العالم يستطيع معرفة ما الذي يحدث في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية. خدمة الانترنت، ظهور الشبكات التي تعتمد على هذه الخدمة، أصبحت لدينا أنواع عديدة من الشبكات. يعني عندما تحدثنا عن موارد النظام، قلنا أن هناك موارد الأفراد فيها مصممين للشبكات، مهندسي الشبكات الذين يعملون على تصميم شبكات تعتمد عليها المنظمات في إتمامها لأعمالها. ظهرت لدينا شبكات تسمى اللان، شبكات أخرى تسمى الوان، وشبكات أخرى تسمى المان. الشبكات تختلف على نمطين، نستطيع الاستفادة منها على نمطين. إذا استخدمنا خدمة الإنترنت في تصميم شبكات للربط بين مجموعة من الأفراد والعاملين إقامة اجتماع، أي العمل على إقامة اجتماع أو الإعداد لاجتماع بين مدراء على سبيل المثال أو عاملين في منظمة واحدة، أو ربطهم بعاملين في منظمات أخرى تعمل في نفس النشاط، أو ربطها حتى بجهات حكومية على سبيل المثال، نستطيع استخدام عديد الأنواع من الشبكات. إذا استخدمنا الإنترنت فنحن نتحدث عن شبكات تسمى إنترانت، وشبكة أخرى تسمى الإكسترانت. شبكة الإنترنت الإنترانت وشبكة الإكسترانت التي تعمل أو نستطيع تشغيلها بربطها بشبكة الإنترنت. إذا كان الاجتماع وجها لوجه، أي في قاعة واحدة، فنستخدم شبكة الإنترانت للربط بين الأطراف موضوع الاجتماع.
واستطيع ربطها مع بعضها البعض باستخدام الانترنت. أما إذا كان أطراف الاجتماع في منتشرين على رقعة جغرافية واسعة فنستخدم باستخدام الانترنت نستخدم شبكة تسمى الإكسترا نت. أما شبكات اللان والوان اللو أريا نتورك والوايد أريا نتورك والشبكة الأخرى هي المالتي ميديا أريا نتورك. فتستخدم هذه الشبكات للربط بين مجموعة من الأطراف بدون الاستعانة بخدمة الانترنت شبكة للتواصل وللربط بين مجموعة من الأفراد من أجل اتخاذ قرار معين بشأن حل مشكلة معينة تسعى المنظمة إلى إيجاد بدائل لهذه المشكلة لحلها بأقل وقت وجهد ممكنين. الأمر الهام جدا فيما يتعلق بالمعلومة الأمر الهام الذي يجب أن نراعيه هو متى يجب علينا الحصول على هذه المعلومة ومن أين نستقي هذه المعلومة وكيف هذه العناصر هامة جدا من أجل الحصول على معلومة في الزمان والمكان المناسبين. تسارع التغيرات كما ونوعا في بيئات الأعمال العامل الآخر المؤثر في تطور نظر المعلومات الإدارية هي تسارع هذه الأعمال التي تحدث في عالمنا الآن بسبب الأتممة. ماذا يعني أتممة؟ استخدام التكنولوجيا المعلومات أو الانفورميشن تكنولوجي في إتمامنا للأعمال اليومية. الأتممة تعني استخدام تكنولوجيا المعلومات في إتمامنا لجميع الأعمال الإدارية، وهذا الأمر واضح للجميع الآن. يعني التطبيقات في هواتفنا المحمولة، التطبيقات في كمبيوتراتنا الشخصية، التطبيقات والنظم المعلومات الإدارية المعمول بها في جميع المؤسسات على اختلاف أنواعها، سواء كانت تنتج في سلعة أو تقدم في خدمات، تستخدم نظم المعلومات الإدارية. وكل يوم يظهر لنا ابتكار لم يكن موجود من قبل بسبب شدة المنافسة بين الشركات التي تقوم بتطوير هذه المنتجات خدمة لنا، بالتالي ينعكس ذلك إيجابيا في شكل أرباح على تلك الشركات. تطور الأعمال أدى إلى اضمحلال أو اختفاء الفواصل والحدود في للزمان والمكان، وميزت بين ما هو جديد وقديم، أدى إلى حصولنا على نظام معلومات كفؤ وفعال من أجل تحقيق الأهداف بأقل تكاليف. ظهور مصطلح ما يعرف بالعولمة. العولمة معناها أن العالم أصبح قرية صغيرة. العولمة تعني أن العالم أصبح قرية صغيرة. ظهرت شركات لم تكن موجودة من قبل تسمى الشركات المتعددة الجنسيات، التي تعمل على تطوير وتحسين نظم للشبكات مبنية على نظم المعلومات الإدارية للربط بين الرئيسي والأفرع لتلك الشركات. المقر الرئيسي لتلك الشركة والأفرع المنتشرة في شتى بقاع الأرض تقوم بربطها مع بعضها البعض، إقامة اجتماعات بالتزامن. ماذا يعني التزامن؟ في نفس الوقت لمجموعة من المدراء منتشرين في كافة أرجاء العالم. ما هي نشاطات نظم المعلومات الإدارية؟ أول نشاط هو إدخال موارد البيانات. موارد البيانات يجب على المنظمة أن تقوم بفحصها وتنظيمها وترتيبها لما يخدم مصلحة تلك المنظمة للحصول على البيان من المكان المناسب وفي الزمن المناسب وبالكيفية المناسبة، بالكيفية بمعنى الحصول على هذه البيانات بأقل وقت وجهد ممكنين، باستخدام ملحقات الحاسوب، إما بالكيبورد أو الماسح الضوئي أو
الماوس. تتم معالجتها، تتم معالجة هذه البيانات بعدة وسائل كنماذج المعالجة الفورية أو النسب المئوية والنماذج والأساليب الإحصائية والرياضية وصولا إلى المعلومة. المخرجات في نظم المعلومات الإداري هي عبارة عن معلومة واضحة سهلة مختصرة دقيقة، تتسم بالمرونة، تتسم بالوضوح، تكون في شكل رموز أو في شكل تشارتس على سبيل المثال، أشكال بيانية يستطيع متخذ القرار الاعتماد عليها وفهمها بسهولة، أيضا بثها في جميع مستويات المنظمة من أجل نشرها على العاملين حتى يستطيعوا استيعابها وفهمها. فبالتالي إذا صدر قرار من صانع القرار بناء على هذه المعلومة المتسمة أو المتصفة بهذه المواصفات، يستطيع أن يضمن أن هذا القرار سوف يلقى قبول عند من يهمهم هذا القرار، سواء كانوا في البيئة الداخلية أو في البيئة الخارجية. تخزين هذه المعلومات، تخزين المعلومات أمر هام جدا. قد تكون هناك بروتوكول ينظم الاطلاع على هذه المعلومات. البروتوكول هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات والقواعد والقوانين التي تنظم عمل نظم المعلومات الإدارية. البروتوكول هو ميثاق. البروتوكول هو عبارة عن ميثاق، وهو يتكون من مجموعة من الإجراءات والقواعد التي تنظم مداولة هذه المعلومات، التداول عليها، حفظها، تصنيفها، ترتيبها، الاطلاع عليها، فيكون هناك أشخاص مخولين للاطلاع على هذه المعلومة لاستخدامها عند الحاجة. كما قلت، ظهر أمن، فرع من فروع الأمن لم يكن موجود من قبل بسبب ظهور نظم المعلومات الإدارية، يسمى أمن المعلومات. تعمل المنظمات جاهدة على دعم هذا الأمن من أجل سرية هذه المعلومة، لأنها تمثل نقطة قوة لتلك المنظمة. هذه المعلومة تمثل نقطة قوة لهذه المنظمة، فتعمل على دعم إدارة أمن المعلومات للحفاظ على سرية هذه المعلومات. ضبط أداء النظام. كيف يتم ضبط أداء النظام؟ يتم ضبط أداء النظام من خلال عنصر من عناصر نظم المعلومات الإدارية، وهو التغذية العكسية أو التغذية المرتدة أو الفيدباك الغاية منها المحافظة على توازن وضبط النظام. التغذية العكسية الغاية منها المحافظة على ضبط وتوازن النظام من أجل تطوير ما هو إيجابي ومعالجة أوجه القصور إن وجدت. الآن دعونا نعرف ما هي مداخل نظم المعلومات الإدارية. عند اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات التي تتصف بالوضوح والمرونة والدقة والواقعية والثبات، يجب أن نعي أن هناك عدة أنواع من القرارات. يجب أن نعي ونعرف عزيزي الطالب أن هناك عدة أنواع من القرارات. هناك قرارات مهيكلة، وهناك قرارات غير مهيكلة، وهناك نوع آخر يسمى قرارات مزج بين النوعين، قرارات شبه مهيكلة. القرارات المهيكلة هي القرارات المخطط لها، بمعنى أنها معروفة لدى صانع القرار. القرارات غير المهيكلة هي على العكس من هذا النوع، هي قرارات غير روتينية وغير مخطط لها. أما القرارات شبه المهيكلة هي القرارات التي يترك لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمنظمة حرية اتخاذ قرار بشأنها فيما يراه هو مناسبا.
عدة مداخل، هناك عدة مداخل يجب أن نعيها ونفهمها عزيزي الطالب حتى نستطيع فهم ما هي علاقة نظم المعلومات الإدارية بالبيئة التي تعمل فيها. ما هي علاقة نظم المعلومات الإدارية بالبيئة التي تعمل فيها، سواء كانت بيئة داخلية أو بيئة خارجية. هناك مدخل تقني، هناك مدخل تقني يعتمد على الحوسبة، يعتمد على الحوسبة. المدخل أو مدخل تقني، مدخل تقني. المدخل التقني قائم على أجهزة الحاسوب، ملحقاتها، الشبكات المستخدمة في عمل نظم المعلومات الإدارية، سواء تعتمد على الإنترنت أو لا تعتمد على الإنترنت، شبكات التواصل التقليدية على سبيل المثال، شبكات التواصل التقليدية التي الهاتفية على سبيل المثال، البرمجة أو البرامج أو البرمجيات المستخدمة في هذه الحواسيب التي تساهم في معالجة البيانات وتخزينها، بثها وتداولها بين أطراف عديدة في المنظمة. المدخل الآخر هو المدخل الاقتصادي. المدخل الاقتصادي، ماذا يعني الاقتصادي؟ عندما نذكر الاقتصاد فنحن نتحدث عن إيرادات وتكاليف. عندما نذكر الاقتصاد فنحن نتحدث عن إيرادات وتكاليف. المدخل الاقتصادي يعنى بجدوى نظم المعلومات الإدارية، بجدوى استخدام نظام المعلومات الإداري في أي مؤسسة، يعني بالنظر إلى عاملين رئيسيين جدا وهامين أيضا، هما التكاليف والإيرادات. ما الجدوى من استخدام نظام الاقتصاد، نظام المعلومات الإداري؟ إذا كانت الإيرادات تفوق التكاليف فنحن نتبنى هذا النظام. أما إذا كان على العكس من ذلك، لا نقول نستغني عن نظم المعلومات الإدارية، إنما نبحث عن نظام معلومات إداري يساعد المدير في تحقيق الهدف بأقل التكاليف، مما يحقق أعلى الإيرادات. الاقتصاد ماذا يعني؟ كثير من الدارسين يقولون أن الاقتصاد يعني الحصول على أفضل منتج بأقل سعر، الحصول على أفضل منتج بأقل التكاليف. لكن هناك من يرى أن الاقتصاد يعني أنك يا مدير أو يا مسؤول عن منظمة ما عندك مجموعة من الإيرادات أو مجموعة من الموارد تأتي أو تدر في دخل على المنظمة، ولديك أوجه صرف عديدة، عندك موارد متنوعة ولديك أوجه صرف عديدة. كيف تستطيع أن تقوم بتوزيع وتقسيم هذه الموارد على أوجه الصرف العديدة؟ الأمر صعب وليس سهل. كيف تستطيع أنت يا مدير أن تقوم بتوزيع هذه الموارد على أوجه الصرف عديدة؟ هذا الأمر صعب. علم صعب وليس سهلا، فبالتالي يجب أن نعي هذا الأمر جيدا من أجل خلق توازن في المنظمة، مما يؤدي إلى تحقيقها الأرباح التي تسعى أو تحقيق الأهداف التي تسعى إليها. قد تكون هذه الأهداف زيادة نسبة الربحية على سبيل المثال. الأمر الهام جدا، أي منظمة يجب أن تكون لها رؤية، ويجب أن يكون لها رسالة، ويجب أيضا أن تكون لها أهداف. هذه العناصر الثلاثة يجب أن تراعيها جماعة العمل أو أي فرد بصدد إنشاء أي منظمة، أن يقوم بوضع رؤية وأن يقوم بوضع رسالة وأن يرسم أهداف من أجل تحقيق تلك الرؤية. الرؤية ما هي الرؤية؟ الرؤية هي حلم تسعى المنظمة أو مجموعة العمل إلى تحقيقه. عندما نقول حلم فهو مرتبط بفترة زمنية مقبلة، هذه هي الرؤية. أنت تحلم على سبيل المثال بشيء ما، معنى ذلك أن نتحقق في المستقبل. الرؤية هي نظرة للأمام، نحن نطمح على سبيل المثال في أي منظمة أن نكون في سنة 2030 كذا، رقم واحد في كذا على سبيل المثال، أن تكون مبيعاتنا بمقدار كذا، أن نتحصل على جائزة في النشاط الفلاني. هذه رؤية. ثم تصاغ رسالة، الرسالة تذكر فيها الرؤية. الرسالة هي بمثابة بطاقة التعريف لأي مؤسسة. تقوم فيها بذكر طبيعة النشاط الذي تقوم به، ما هي السلع التي تقوم بإنتاجها على سبيل المثال، ما هي نقاط القوة لديك والتي تجعل منك تتميز بميزة تنافسية
بميزة تنافسية ليست موجودة عند الآخرين، أي شخص أو أي منظمة لديه عناصر قوة يجب عليه أن يقوم بإبرازها في هذه الرسالة. ثم تأتي الأهداف، الأهداف عند تحقيقها نتوصل إلى تحقيق الرؤية التي قمنا بصياغتها في بادئ الأمر. هناك مدخل آخر يسمى المدخل الإداري، المدخل الآخر يسمى المدخل الإداري. المدخل الإداري ينظر إلى نظم المعلومات الإدارية على أنها وظيفة إدارية، على أنها وظيفة إدارية فيها تخطيط وفيها تنظيم وفيها توجيه وفيها رقابة. يعني هناك مدير للنظام، من ضمن موارد الأفراد هناك شخص يسمى مدير النظام، يضبط النظام، يقوم بتنظيم النظام، يقوم بتوجيه العاملين على هذا النظام، يقوم بخلق حوافز للعاملين في ذلك النظام من أجل أن يقوم ذلك النظام بتحقيق الهدف الذي تسعى المنظمة إلى تحقيقه. هناك مدخل آخر، مدخل يرتبط بموارد الأفراد، مدخل يرتبط بموارد الأفراد، المدخل السلوكي، المدخل السلوكي أو الاجتماعي، المدخل السلوكي أو الاجتماعي. هذا المدخل مرتبط بمورد هام جدا من موارد النظام تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة، وهم موارد الأفراد، المحللين، المصممين، إداريو قواعد البيانات، المستخدمين أو المستفيدين، إداريو نظم المعلومات الإدارية. يرى أو يدرس هذا المدخل ما نتائج تطبيق نظم المعلومات الإدارية على سلوكيات العاملين على هذا النظام من ناحية سلوكية ومن ناحية اجتماعية. ما هي ردات فعل؟ عندما نقول مدخل سلوكي نقول، فنحن نعني ما هي ردة فعل العاملين على نظم المعلومات الإدارية تجاه هذه النظم. السلوك ماذا يعني السلوك؟ السلوك هو ردة فعلك تجاه حادث أو عارض أنت تعرضت له في البيئة التي تعيشها. السلوك لا يأتي من فراغ، السلوك لا يأتي من فراغ، سلوكك هو ردة فعلك تجاه أي موقف أو حدث أو عارض أنت تعرضت له في البيئة التي تعيش فيها، بمعنى أن السلوك لا يأتي من فراغ. أما العامل الاجتماعي، ما تأثير نظم المعلومات الإدارية على العلاقات بين العاملين على هذه النظم، سواء كانوا في البيئة الداخلية أو في البيئة الخارجية. دعونا الآن نتحدث عن نظم المعلومات الإدارية والمستويات الإدارية. عندما تحدثنا عن خصائص المعلومة قلنا أن هذه المعلومة يجب أن تتصف بالشمولية والكلية، يجب أن تتصف بالشمولية والكلية. معنى ذلك أن الهدف، طبعا هناك هدف لهذا النظام، يتم توزيع هذا الهدف وتقسيمه على الإدارات والفروع في تلك المنظمة، أي تنبع هناك أهداف فرعية. مجموع هذه الأهداف الفرعية يساوي الهدف الرئيسي للمنظمة، يساوي الهدف الرئيسي للمنظمة. الكل يجب أن يعمل وفقا لتخصصه على تحقيق الهدف الفرعي الذي طلب منه القيام به وإنجازه حتى يصب في مصلحة الهدف العام للمنظمة. فبالتالي نقول أن مخرجات نظام تعتبر مدخلات نظام آخر، مخرجات نظام تعتبر مدخلات نظام آخر. كأن نقول أن قسم التسويق على أو قسم الإنتاج على سبيل المثال يقوم بإنتاج سلعة معينة، فهو قام بعدة عمليات على مواد أولية ومواد خام تحصل منها على منتج. هذا المنتج هو مخرجات لنظام أو لإدارة الإنتاج. هذا المنتج التام أو نصف تام يصبح مدخلات لنظام آخر أو وظيفة أخرى أو إدارة أخرى، هي إدارة التسويق التي تقوم بتسويقه وبيعه على في البيئة التي تعمل فيها المنظمة. طبيعة النشاط هامة جدا، طبيعة النشاط الذي تقوم به المنظمة يؤدي إلى التخصص، طبيعة النشاط يؤدي إلى التخصص. المعلومة يجب أن تكون واضحة وفيها ولا تحتوي على كم هائل من التفاصيل. المعلومة يجب أن تكون قليلة التفاصيل حتى لا يحصل تشتت، حتى لا يحصل تشتت عند صانع القرار. كثرة التفاصيل تؤدي إلى التشتت، وهذا الأمر يؤدي إلى هدر للوقت والجهد في المنظمة نحن في غنى عنه. الموارد البشرية هامة جدا، الموارد البشرية الكفؤة أو المدربة يجب أن يتم صقلها بالمعارف الضرورية واللازمة
للعمل على نظم المعلومات الإدارية من خلال إقامة الدورات التدريبية وفقا لكل معرفة أو تكنولوجيا يتم استحداثها. كذلك العناصر المادية، العناصر المادية التي يعمل بها التي تعمل بها الموارد البشرية التي تمثل عنصر آخر. يعني عندما قلنا أن موارد النظام هي موارد أفراد، موارد أجهزة، موارد برمجيات، كل هذه الموارد تعمل في شكل فريق عمل، تعمل في شكل فريق عمل واحد من أجل إتمام المهام المكلفين بها. المنظمات تسعى إلى اكتساب ميزة تنافسية تميزها عن غيرها من المنافسين. عندما نقول منافس فهو الشخص أو المنظمة التي تعمل في نفس النشاط، المنافسة تكون في نفس النشاط أو في نفس الخدمة أو في نفس إنتاج سلعة معينة. النقاط القوة، هناك ما يسمى بنقاط القوة، ونقاط الضعف، وهناك فرص وتهديدات، وهناك فرص وتهديدات. نقاط القوة ونقاط الضعف موجودة في البيئة الداخلية. نقاط القوة ونقاط الضعف موجودة وين؟ موجودة في البيئة الداخلية. الفرص والتهديدات موجودة في البيئة الخارجية. الفرص والتهديدات موجودة في البيئة الخارجية. كأن نقول على سبيل المثال من ناحية نقاط القوة، نحن لدينا تكنولوجيا ليست عند الآخرين، نحن لدينا إدارة مدربة أو عاملين مدربين، هذه تمثل نقاط القوة. يجب على العكس، وعلى العكس منها نقاط الضعف. يجب علينا إبراز نقاط القوة التي تخلق ما يسمى بالميزة التنافسية، التي تستطيع من خلالها المنظمة اكتساب أكبر حصة سوقية في البيئة التي تعمل فيها. أما البيئة الخارجية فيتوجد فيها عوامل مثل الفرص والتهديدات. عندما نقول على سبيل المثال خروج منافس من السوق، فنحن نتحدث عن فرصة ولا عكس منها التهديدات. تساهم نظم المعلومات الإدارية في تحديد نقاط القوة وإبرازها والمقارنة بينها وتصنيفها، كذلك تساهم نظم المعلومات الإدارية في تحديد نقاط الضعف التي يجب على المدير أن يقوم بتلافيها حتى يتحصل على ميزة تنافسية لا توجد عند الآخرين. موارد نظم المعلومات الإدارية تساهم أيضا في تحديد الفرص، في تحديد الفرص والتهديدات الموجودة في البيئة التي تعمل فيها المنظمة. كل هذه الأمور تستطيع نظم المعلومات الإدارية القيام بها وإعطاء نتيجة مرضية وقليلة الخطأ، دعونا نقول قليلة الخطأ، بناء على الأسئلة التي يوجهها المدير أو المستخدم إلى نظم المعلومات الإدارية فتعطيه إجابات عن بدائل الحل المقترحة. بمعنى كل بديل ما هي مزاياه، ما هي عيوبه، ما هي تكاليفه، ما هي إيراداته، فيستطيع المدير أن يختار البديل المناسب الذي يرى أنه سوف يقوم بتحقيق الهدف بأقل وقت وجهد ممكنين. إلى هنا أعزائي الطلبة أنتهي بكم من هذه المحاضرة، لقائي يتجدد بكم إن شاء الله في محاضرة قادمة. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.